مساء الخير عليكم. النهاردة طبعا أنا بعمل فيديو ده عشان بس أرد على الحاجات اللي حصلت خلال اليوم أو اليومين اللي فاتوا دول. أتمنى إن كل حاجة تبقى واضحة للناس. أنا أكيد مش عايز أدخل في صراعات ولا في مشاكل ولا أي حاجة، بس اللي حصل ده طبعا سمعت من وجهة نظر واحدة، فلازم تسمعوا من وجهة نظر أنا كمان، وأنا شايف الموضوع إزاي. وأنا ما بتكلمش باسمي كصلاح بس، ومش عايز أظلم اللعيبة معايا. أنا في كابتن فرقة وفي لعيبة كبيرة وقديمة عني في المنتخب كان ليها الحق انها تتكلم بالنيابة، يعني بالنيابة عن اللعيبة، فانا بعتذر لهم من الاول. بس انا بتكلم على حاجات بشوفها مع اللعيبة وشكاوى بشوفها مع اللعيبة محدش بيتكلم عنها. فانا لما جيت اتكلمت في الموضوع ده اتكلمت فيه من زمان، في كذا نقطة انا كاتبهم طبعا عشان ارد عليهم، عشان الرد يبقى واضح بالنسبة لكل الناس. اول نقطة بس بالنسبة لي اسهل طريقة للتضليل هي تشويه المشكلة، وانك تشوف المشكلة بسيطة، وانك تشوف المشكلة مع صلاح. وانا افتكرش ان في مشكلة معاه شخصيا، انا ما عنديش مشكلة مع حد شخصيا. انا بطلب كل حاجة للعيبة تبقى كويسة ومرتاحين، وفي نفس الوقت ان اللعيبة تبقى مرتاحة. وده انا بطلبه بناء على حاجات انا بشوفها بره، وبتعامل معاها بره، وبتعامل معاها من غير ما اطلبها انا. فانا لما باجي اطلب حاجة واقول يا جماعة ده الاحسن، انا بقول ده الاحسن بالنسبة للعيبة كلها مش لصلاح كشخص. اول حاجه موضوع الامن او سكيورتي اللي هم يعني اللي انا اتكلمت فيه، او المسؤول يعني الراجل المحامي بتاعي اتكلم فيه معاهم. انا بتكلم عليه على اساسه ان يبقى فيه سكيورتي للمنتخب، وفي حد يبقى معايا، مش كان معايا صلاح يفضل ماشي ورايا يزق الناس. لا، انا بس المعسكر الاخير لما جيت المنتخب نمت الساعه 6 الصبح، نزلت افطر ونزلت اتسحر، نازل افطر ونازل اتسحر. قالوا لي معلش ما ينفعش تخرج عشان خاطر لامنك وسلامتك. ليه؟ اللعيبه كلها تحت. لا بس في ناس تحت زحمه وما ينفعش انت تنزل تحت. ايوه طب ايه المشكله؟ احنا في معسكر منتخب، معلش احنا اسفين، ناس كتيره تحت في الريسبشن وفي القاعه بتاعه الاكل. فانا مش عايز اوجه اتهام لحد معين، بس انا في منتخب مصر ودي فرقه، وطبعا معسكر، والمعسكر يبقى مغلق، ومفروض ان ما نشوفش حد، ما نشوفش لعيبه. انا مش يعني الناس بتاخدها اللي هو اول حاجه قالوها بعد الكلمتين اللي انا قلتهم، قال لك ده دخلوها في الوطنيه، صلاح مش وطني، صلاح ما بيحبش بلده، صلاح مش عارف ايه، مش عارف ده جابوا الكلام ده ازاي. يعني الناس، انا متاكد ان الناس كويس جدا عارفه علاقتي بيهم، وعلاقتي الحمد لله بالبلد كان من ناحيه وطنيه، كان من ناحيه كل حاجه. فما افتكرش ان الناس سمعت الكلام ده كويس، لانهم كمان نزلوا خطاب وبعد كده قالوا الخطاب مش تبعنا. بس انا عارف كويس ان الخطاب تبعكم، الخطاب اللي قالوا فيه المدعو محمد صلاح. فيعني مش موضوعي، مش هتكلم فيه كتير. انا بس هتكلم في حته السكيورتي. لما تبقى عندك لعيب او لعيبه بتنام 6 الصبح، يبقى انت محتاج، يبقى في مشكله. هو ليه ما يبقاش عندنا قناعه ان احنا ممكن نبقى غلط؟ انا عادي ممكن ابقى في حاجه غلط واعالجها، بس انا ما بطلبش سكيورتي يقعد مع محمد صلاح ينام جنبه. مش عايز، انا بقعد انا مع اللعيبه نقعد اتنين في الاوضه، صلاح مش قاعد لوحده في الاوضه. ما بطلبش زيادات عن اللعيبه، ما بطلبش ان انا اروح باتوبيس لوحدي ولا عربيه لوحدي، ولا عمري اطلب ده، عشان الناس بتفتكر ان انا ممكن اطلب ده. يعني انا ما طلبتش ده ولا عمري هطلب ده. انا طلبت ان يبقى في سكيورتي عشان خاطر النظام في الاوتيل، اللعيبه تخرج براحتها، عايزين يقعدوا في الريسبشن، عايزين يعملوا ده، عايزين يعملوا ده. بالنسبه لكل الناس، مش عارف ليه خدوها ان صلاح لوحده، واضحين ان صلاح خلاص دلوقتي احنا نكبرها، ان صلاح بيتكبر على البلد ومش عايز ينزل، وبتكلموا ان صلاح بقى في ليفربول. فانا في ليفربول بقالي سنه تقريبا بلعب، والحمد لله ماشي كويس بقالي سنه او سنين، يعني الحمد لله الدنيا كويسه، ما عنديش مشكله. مش جاي دلوقتي اللي هو ساعه المعسكر بتاع النايجر مثلا او ايا كان، لا هعمل مشكله عشان خاطر مش عايز انزل، او عشان خاطر اتكبرت. يعني ما اتكبرتش في يوم وليله. تاني حاجه، احنا بعتنا خطابات كتيره طبعا جدا، ما تردش عليها، ما تردش عليها باي شكل من الاشكال. بتتساب بالاسبوع والاسبوعين وبعد كده ترد، اوكي هنرد عليك بعد الاجازه، ماشي هنظبط كل حاجه بعد الاجازه. فما فيش اي حاجه ترد عليها. هم قالوا ان كل حاجه طبعا دي ما حصلتش، وقالوا ان ما فيش حد بيطلع الاوض الساعه 4. انا مش فاهم ازاي، مع انه ممكن تساله الاوتيل عادي جدا، ممكن تساله اللعيبه. مش عايز ادخل اللعيبه في الموضوع عشان المشكله بتاعتي انا. انا ما طلبتش معامله خاصه من حد، ما طلبتش ان انا اتعامل معامله خاصه، ولا ان انا امشي لوحدي، ولا اعمل ده كله. انا بطلب حاجه بشوفها بعناية انها تتعمل بره، وبشوف ان احنا عندنا الامكانيات وسهل جدا ان احنا نعملها. يعني انا ما... انت ما بتعملش حاجه خارقه ان ما حدش يقدر يعملها. بص على اي فرقه او اي منتخب بره، بتلاقي معاه حد الحرس الخاص بتاعه، الناس بتعمل لهم كل حاجه، بيقعدوا في الاوتيل لوحدهم، بيقعدوا في الريسبشن، بيقعدوا في كل حته، الموضوع بالنسبه لهم سهل.
مش لازم عشان لعيبة لازم يبقوا مظلومين وطلع عينهم يعني، لا ممكن نعيش حياة طبيعية جدا في المعسكر ونبقى مبسوطين. ده النقطة المهمة اللي أو من أهم النقط اللي كنا بنتكلم عليها النهاردة واحنا كنا بنتكلم عليها يعني، عشان بشوف كاتب نقط. الفكرة كلها ان هم كمان واخدين ان المشكلة يعني كل الكلام كله ان اسلوب رامي وحش، اسلوب رامي وحش، او المحامي بتاعي اسلوبه وحش. ما انت في مشكلة، حل المشكلة سيبك من اسلوبه. انا ما اعرفش اسلوبه وحش في ايه، مع ان الكتابات كلها دلوقتي في النت ما شاء الله يعني، هم سربوا او الخطابات كلها اتسربت، والمعاني ده مش قانوني ومش فاهم ازاي، وممنوع ان حاجة زي كده تتسرب. كل حاجة دلوقتي بعد انا ما قلت ان انا هطلع لايف، كل حاجة دلوقتي بقت متسربة في الميديا عادي جدا. ان الخطابات دي ما كانتش موجودة اصلا قبل خطابهم هم او قبل المؤتمر الصحفي بتاعهم هم، الخطابات دلوقتي بقت في الميديا عادي، وشوفوا يا جماعة كلكم عشان عارفين ان انا اطلع لايف. اوكي، موضوع ان انا حد يستناني عندي الطيارة، انا بقصد بيه او المقصود بيه، مش انا اقصد بيه، المقصود بيه ان انا لما بنزل مصر، لما بتيجي تخرج من اي مكان يعني تبقى كله عارف ان بيبقى في زحمه في المكان، بتخرج عادي بيبقى في زحمه. انا ما طلبتش ان انا ابقى مع اللعيبه في المعسكر واسيب واحنا مسافرين اروح انا في مكان لوحدي وامشي من طياره لوحدي وعربيه لوحدي، ما فيش الكلام ده كله. انا بتكلم من ساعه وصولي من لندن ان انا يبقى في طريق طياره انا بقصد بيه او المقصود بيه، مش انا اقصد بيه، المقصود بيه ان انا لما بنزل مصر، لما بتيجي تخرج من اي مكان يعني تبقى كله عارف ان بيبقى في زحمه في المكان، بتخرج عادي بيبقى في زحمه. انا ما طلبتش ان انا ابقى مع اللعيبه في المعسكر واسيب واحنا مسافرين اروح انا في مكان لوحدي وامشي من طياره لوحدي وعربيه لوحدي، ما فيش الكلام ده كله. انا بتكلم من ساعه وصولي من لندن ان انا يبقى في طريق سهل شويه، في ناس كتير بتعمل في اي بي، في ناس بتعمل كذا طريقه ان انا اخرج بيها. ده المطلوب منهم، ده المطلوب ان انا كنت بطلب منهم كده، ان هو تسهل لي الاجراءات ان انا اخرج شويه. انما ما حدش قال ان اكسر قواعد البلد وما تعملش زي الناس، لا ما حدش طلب ده. بس ما افتكرش ان كل الناس بتيجي تمشي من طريق واحد كله مع بعضه، مش دايما. وما طلبتش غير ان هي تسهيل، انك تسهل الموضوع ده. لكن انا ما اعرفش اتاخدت ازاي ان هو ازاي مع الفرقه تمشي لوحدك يعني، ما اعرفش الكلام ده جه منين. انا ما كتبتوش وما انطلبش ومش محطوط في الخطاب ولا اي حاجه. بس هي الفكرة كلها ان الكلام لازم يبان شوية للناس، ان محمد ازاي اتغير، ومحمد ازاي بقى ضد البلد، ومحمد ازاي مش عايز ينزل. الناس ما بقتش تصدق الكلام ده. احنا في 2018 لسه بنتكلم ازاي المحامي بتاع الكولومبي بنتكلم في خطاب من اتحاد الكورة ضد لعيب او اتحاد الكورة على حد معين اتذكر فيه كلمة الكولومبي 20 مرة واحنا في 2018. فما افتكرش ان ده حاجة كويسة ان احنا عمالين بس نبين للناس قد ايه ان هو المحامي بتاعه هو سبب المشكلة. ما افتكرش ان المحامي بتاعه سبب المشكلة. تاني حاجة، موضوع ان هو صلاح بيطلب ان محدش يقابله ومحدش يتصور معاه ومحدش يطلع له الأوضة. ما افتكرش ان في حد يعني، ما افتكرش ان في لعيبة، انا بلعب بره الحمد لله بقالي فتره طويله، وعمر ما شفتها ان حد ممكن يجيب لي حد يطلع يقعد معايا في الاوضه ويتصور معايا ويقعد معايا ويتكلم معايا. مش الموضوع مش موضوع تناكه، الموضوع ان انا لعيب واحد مع واحد مع صديقي او لعيب تاني ليا في الاوضه. يعني انهي ازاي لعيب ناس تانية تطلع تسلم عليا وتقعد معايا في الاوضه؟ واللي بيقول لك ما بيحصلش، امال بيحصل مع مين؟ ما انا الشخص اللي بيحصل معاه الحاجات دي، انا الشخص اللي انا بنضر في الحاجات دي. انا تاني برجع اقول انا ما بطلبش امتيازات، انا بطلب الحاجات اللي انا بشوفها بره الحاجات دي. والله انا يعني مش محتاج احلف عشان احنا بنتكلم يعني في موضوع، انا الحاجات دي بتعمل لي بره، مش عايز اقول صلاح لوحده، بس بتعمل لي بره من ناس من غير ما اطلبها. انا ما طلبتش اي حاجه من الناس انها تعمل لي دي، وبيعملوا لي دي عشان بيقولوا لي انت وضعك دلوقتي مختلف شويه، فانت لازم تاخد 1 2 3 4. الحاجات دي كلها بتتعمل لي من غير ما اطلبها. انا في مصر لما اجي اطلبها اصلا مفيش رد. انا ما عنديش مشكله انت تقعد ترد وتاخد وتدي معايا، لا ده مش مطلوب، ده مش هينفع، ده مش هنقدر نعمله. بس الحمد لله عندك كل الامكانيات اللي تعملها، وبالنسبه للمنتخب مش لعيب كصلاح، بالنسبه للمنتخب انك تقدر تعمل الحاجات دي كلها. ودي حاجات صغيره جدا بتسهل لك حاجات يعني، بتخلي اللعيب نفسه مركز في الماتش ومركز في كل حاجه. انا ما طلبتش حاجات، انا مطالب كل حاجه ان انا ابقى مرتاح في الاوضه، محدش يطلع لي في اي وقت، محدش يخبط عليا في اي وقت، محدش على ايه بيرن الجرس وداخل عليا في اي وقت. ده اللي انا كل اللي طلبته، ما طلبتش انا اي حاجه. ومش جاي دلوقتي ان انا استعط في الناس واقول لك بص الحقوني يا جماعه، لا انا بقول لك على مشكله انت اللي طلعت في الاعلام عشان تتكلم فيها، فانا بقول لك هي المشكله 1 2 3.
فدلوقتي انا الحاجات اللي طلبتها كلها طلبات عاديه، وكانت مشكلتك كمان في الطياره، وان احنا نروح ونروح ازاي بطياره خاصه، واللعيبه عندها طياره خاصه، عندنا طياره خاصه يعني، الفرقه عندها طياره خاصه، والمنتخب طبعا عنده طياره خاصه، ودي حاجه تحسب للناس اللي بتعمل كده. بس في جزء كبير لازم تبقى فاهمه، اللعيبه لازم تسافر بيزنس وتبقى مرتاحه في اي طياره ايا كانت الطياره. كل المنتخبات الافارقه بيسافروا في طياره بيزنس، كل المنتخبات. كنت بتكلم مع لعيب افريقي معايا في الفرقه طبعا يعني عارفينهم من غير ذكر اسامي، بيتكلم كل سفرهم بيزنس، وكل طياره بيركبوها بتبقى بيزنس، عشان اللعيبه لازم تبقى رايحه مرتاحه، مش راكبين جنب بعض ايكونومي وقاعدين بس كل واحد فارد رجله على الثلاث كراسي وكده. اسمك انت مرتاح، انا كده مش مرتاح. انا في حاجات صغيره جدا جدا ممكن تبقى يعني حاجات صغيره بس بتفرق جدا مع اللعيبه. اللعيبه لما يبقى رايح 5 6 7 8 ساعات سفر وراكب بس 3 كراسي قاعد حاطط رجله عليهم، ما انا مش فاهم، اللعيبه بتبقى مش مرتاحه. في لعيبه ما بتتكلمش، بس انا دلوقتي واجبي ان انا اتكلم. انا بعتذر تاني، انا مش كابتن فرقه، بس في لعيبه ما بتتكلمش. ف انا مش عايزك تقعدني بيزنس وتقعد اللعيبه ورا اكونومي. انا ما طلبتش ده، انا بقول لك خلي كله ازاي يبقى المنتخب مصر بالاسم ده والحجم ده، وانت والامكانيات الموجوده، لان الحمد لله داخل فلوس كتيره جدا بالنسبه للمنتخب بعد صعودنا كاس عالم، وايرادات كويسه جدا من السبونسرز والحاجات دي كلها. عندك كل الامكانيات، مفيش حاجه اسمها مش موجوده، كل الامكانيات موجوده. فكل اللي انا بطلب بيه كان حاجه ليا وللمنتخب، ما طلبتش حاجه. اللي قلت صلاح لو في طلب واحد صلاح طلبه ليه شخصيا، انه قال اللعيبه ما تاخدش زيه، او اللعيبه ما تعملش زيه، قول عليه يعني. افتكر انت قلت كل حاجه في المؤتمر، وحاولت تطلع شكلي اللي هو الكاره البلد بالشكل اللي انت عايزه، والناس تاكد ان هم مش هيصدقوا ده كله. لان الناس، انا الحمد لله انا عارفه لما صلاح بينزل يأدي المنتخب بيأدي بشكل عامل ازاي، وطلع كل حاجه في الملعب يعني. افتكر انا قلت كل حاجه، ولو في اي حاجه انا متحملها، واشوفكم على خير. باي باي. حاجه اخيره بس، هي الفكره كلها ان انت بتدخل المحامي بتاعي ان هو طرف ثالث، طرف ثالث، طرف ثالث. هو انا ما عنديش مشكله يعني، او انت عندك مشكله لازم تفهمها، ان ما فيش حاجه اسمها تبقى في يعني تبقى في اتصال بينك وبين اللعيب دايركت يعني. انا ما عنديش مش يعني، ما بقولش ان انا بتنك وان انا كده، العالم كله ماشي كده. انت طبعا على درايه اكتر مني بالحاجات الاداريه، بس هو الطبيعي جدا ان اللعيب المحامي بتاعه او الوكيل بتاعه هو اللي بيمثله، فهو اللي بيتواصل معاك. فانا مش عارف ليه انت مش قابل دي، ودايما في الخطابات بتاعتك ده طرف ثالث. هو مش طرف ثالث، هو الممثل بتاع محمد صلاح، فده الطرف الثاني، هو وصلاح يعني، هو بيتكلم باسم صلاح. ما بيصحاش الصبح يكتب خطاب ويقول لك اصل ده من طرف انا، هو ده طرف تاني في الموضوع زيه زي. فلازم يتعامل المعامله بتاعت صلاح، ملوش دعوه بقى انه كولومبي اي جنسيه، هو ملوش دعوه بالموضوع ده، هو لازم يتعامل معامله طرف تاني. فمش كل مشكله تحصل ما بيننا يتقال عليها اصل الوكيل بتاعه او المحامي بتاعه هو سبب المشكله عشان هو مش مصري يعني. ما افتكرش ان ده حل المشكله، انت بتحلش اصلا مشكله مؤقت، انت كل شويه بتعقد الموضوع بانك بتدخل ده طرف ثالث، ده واحد كولومبي. الموضوع مش كده خالص، الموضوع اسهل من كده. الموضوع انت بتتكلم كواحد بروفيشنال، واحد بروفيشنال بترد عليه بخطاب، بترد عليه بايميل زي ما بيرد عليك وخلاص، والموضوع يبقى ماشي قانوني، وكل واحد يبقى عارف هو واقف فين. انما انك تسرب بالخطابات اللي موجوده ما بينك، وتسرب كل حاجه وعشان خاطر تشوف رد فعل الناس، وبعد كده تشوف الخطاب تاني، انا ما افتكرش ان ده حل خالص بالنسبه لينا ولا بالنسبه للمنتخب خالص في الفتره دي. فانا معلش لو طولت عليكم شويه، بس ده كلام كان لازم مهم جدا بالنسبه لي ان انا اقوله. اتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه بالتوفيق لمنتخب مصر ونعمل نتائج ايجابيه. شكرا.